على نسب زمنية متفاوتة. على كل حال ضيفي من القاهرة أيضا رامي عبد الرحمن أصبح جاهزا معنا، أهلا بك من جديد. هل هناك تأكيدات، هل تؤكد لنا ما تقوله ABC نيوز عن أن الضربات هي أمريكية، وهل هناك تفاصيل أخرى؟ يعني سيدتي نحن نستطيع أن نقول أمريكية أو غير أمريكية، نستطيع أن نقول بأنها إن جولة ليست غارات على هدف وانتهت، هي جولة من الغارات مستمرة منذ أكثر من ساعة حتى اللحظة، على الأقل 11 هدفا للميليشيات الإيرانية جرى تدميرها، على الأقل 6 قتلى من هذه الميليشيات قتلت بأحد الاستهدافات، أي أن الغارات هي مستمرة، وإسرائيل أو غير إسرائيل لا أحد يقوم بغارات مستمرة لأكثر من ساعة بهذا الحجم من يعني التحليق والتدمير للأهداف في الأراضي السورية. لذلك أقول بأن الغارات إذا أمريكا نفت أو لم تنفي لا نعلم، ولكن المعلومات تشير بأنها أمريكية أو يرجح بأنها أمريكية، إلى أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها هي التي تقف وراء هذه الغارات. فقط لو تذكرنا أستاذ رامي بالمراكز التي تم استهدافها ومختلف المناطق، نحن نتحدث عن موقع واحد أو منطقة واحدة في سوريا. نتحدث عن مناطق تقع في محيط الميادين، قاعدة عين علي، المزارع الشبلي، الحيدرية، نتحدث عن الحزام في منطقة البوكمال، هذه المناطق التي تأكد استهدافها 11 هدفا جرى تدميره، بالإضافة لأحد الأهداف في داخل مبنى في أطراف مدينة الميادين أو داخل مدينة الميادين أيضا جرى تدميره. نتحدث حتى اللحظة عن 10 قتلى وجرحى في منطقة واحدة، تأكد مقتل 6 منهم وهم حراس أحد المقرات التابعة لميليشيات إيران، قتلوا في مزارع الحيدرية. هناك معلومات عن قتلى أيضا في عين علي، ولكن ما نتأكدنا منه حتى اللحظة هو 6 قتلى و4 جرحى. طيب هل بعد هذه الاستهدافات هناك أي تحركات في يعني المراكز الأخرى للميليشيات الإيرانية في سوريا؟ هل هناك إعادة انتشار؟ هل هناك إخلاء لهذه المواقع؟ التحركات لم تتوقف على الإطلاق منذ يوم الاثنين، وآخرها كان منذ نحو ساعتين أو 3 ساعات كان هناك إرباك أو ارتباك في قبيل الضربات الأمريكية، وهذا ما نشرناه في تقرير المرصد في منطقة الميادين في البوكمال وحتى في مدينة دير الزور من قبل هذه المجموعات، بعد إعادة انتشار مستمرة منذ يوم الاثنين. هم ليس لديهم مقر واحد أو مقرين أو مئات المقرات، هم لديهم مقرات عدة، هناك منازل للمدنيين يتخذونها كمقرات لهم في داخل مدينة الميادين، في دير الزور، في البوكمال، هم لا يعيشون في قطع عسكرية كي نقول بأن هذه القواعد العسكرية ستستهدف وانتهى الأمر، لأن القواعد العسكرية نعم دمرت، تدمر البنى التحتية في الغارات الحربية الأمريكية، ولكن إيران مثل ما ذكرنا سابقا لديها نحو 20,000 مقاتل في محافظة دير الزور لوحدها. إيران تعتبر مدينة الميادين عاصمة إيران في شرق الفرات أو عاصمة الميليشيات الإيرانية، وقاسم سليماني هو الذي قاد معركة السيطرة عليها وحولها إلى عاصمة للميليشيات الإيرانية في شرق سوريا. طب هل هناك أي اختلاف بشكل وطبيعة هذه الضربات اليوم عن تلك التي كنا نراها في الآونة الأخيرة، إن كانت يعني أمريكية أو إسرائيلية؟ لا، هي مختلفة جدا عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقر أو مقرين وتنتهي في جولة غارات واحدة. الغارات الإسرائيلية لا تشبه ما جرى أو يجري الآن في محافظة دير الزور، الغارات الإسرائيلية مختلفة كليا، قد تكون مشابهة في أحد المرات عندما قتل عدد كبير من الميليشيات الإيرانية وفاطميون، ولكن لا أيضا كانت غارات وانتهت، لم تكن غارات مستمرة، استهدفت عدة مواقع من البوكمال إلى دير الزور إلى الميادين، ردا على استهداف القوات الأمريكية سابقا، ليس لعلاقة الأمر بحرب غزة، ولكن الغارات اليوم هي غارات تدميرية وليس فقط استهداف شحنة أسلحة أو استهداف مركز تدريب. هل علم أي شيء عن آلية الاستهداف، بمعنى القنابل أو إن كان هناك يعني اختلاف حتى التكتيك والأساليب التي اعتمدت بالاستهداف من حيث الأسلحة؟ لا، بالنسبة للآلية أو الحجم القنابل حقيقة الأمر هذه يعني في خارج إطار معلومات المرصد. حقيقة الأمر نحن نعلم ما أنه ما كم هدف جرى تدميره، معلومات عن توثيق خسائر بشرية، ولكن ما دون ذلك أعتقد نوعية السلاح إذا ما كانت أمريكا هي التي ستقول لنا ما هي نوعية السلاح الذي استخدم في هذه الغارات الأمريكية أو الغير أمريكية، نحن قلنا مجهولة، إلى أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها هي التي بدأت معركة
استهداف الميليشيات الإيرانية. لا أعتقد بأن إسرائيل ستستبق الولايات المتحدة الأمريكية بضرب أهداف أمريكية محددة وواضحة للأمريكيين وواضحة للجميع. ونحن تحدثنا بأن أمريكا إذا استهدفت ستستهدف هذه المناطق بعينها، كون أنها معلومة للجميع، معلومة للولايات المتحدة الأمريكية، معلومة لكل من يراقب الوضع السوري. شكرا جزيلا لك حتى الآن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ستكون لنا عودات إليك في حال ورود أي جديد. شكرا لك.